أيها الرملة التي حضنت باسم حسين ولفعته رداء، بلغي عني السلام حسين، واحمليني استغاثة ونداء، واسكبيني دمعا على رمزك الأسمر يجري محبة وولاء، وامزجيني بآهة نطقتها زينب يوم قاست الأرجاء. وبآهة نسوة منذ يوم الطف للآن ألهبت كربلاء، سبري لأنني لم أعد أقوى ولا حمل ما أردت أداء، لم أعد ذلك النعي الذي يحمل ذكراه لوعة وشجاء، ويناغي بوجده ساجعات كم حملنا الحنين والأصدار، وأواشي به النبي وأشجع لعلي وأسعد الزهراء. عشرات السنين وهو بثغره نغم عاش يسحر الأجواء، نغم يحمل البطولة والأمجاد في كل ما بها والفداء، ويحث الدنيا لتزرع أغلى تضحياتها وتحصد الآلاء، رغم أن المصائب شيء يفوق الوصف وقعا ويعجز الإحصاء، فثمار السراء لا تتأتى دون أن يحتشي الفتى الضراء. سيدي إنني إليك انتماء، ولو أني لا أبلغ الانتماء، وطموحات الطين والحمأ المسنون هيهات تبلغ الجوزاء، غير أني أدعى بكم ومن النفس أمشى أن تسعد المنى الادعاء، فأعدني إلى رحابك يا من يحمل النبل كله والوفاء، واشهد الله يا دما بارك الأرض وأرضى بما توخى السماء، سله دفع السقام عني بلطف منه عم الدنيا، ويشفي الداء فيداه مبسوطتان لمثلي، فيداه مبسوطتان لمثلي ينفق الفضل فيهما كيف شاء. يا حسين، يا من شدوت به صبحا وناجيته بوجدي مساء، لك مني رسالة من أنين في تضاعيفه شكبت الرجاء، أتقرى بها جداك ملحا، وأرجي من الحضور الدعاء، وأنادي يا من تخفت الضحايا سلم المجد سادة شهداء، إن أجواءنا ظلام، إن أجواءنا ظلام، فعلمنا بأن نسرج الدماء ويا، إن أجواءنا ظلام فعلمنا بأن نسرج الدماء
ويا أخ وتقبل وتقبل منا مواسم قامت لتواشي الأئمة الأصفياء. واعدنا للصاعدات واعدنا للصاعدات وألهمنا بأن نحمل الحسين لواء. خادمه أحمد الوائل.